زون ميكست. مش عليكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق حمدي المرزوقي. حمدي نواصل نحكي معك على الخروج من الكلوب. وصلوك عرض اخر حمدي وقتها من بخلاف الملعب التونسي؟ اي وصلوني ترجي ونادي صفاقسي. قعدت ظهري حتى المسؤولين بتاع السي اس اس. قعدت معاهم اي قعدت وما تفهمتش معاهم. علاش في امور فلوس؟ اي امور فلوس. يعني الوضعية متاع الفلوس ما يعني العرض اللي قدموه لي ما عجبنيش. أكثر من نادي الإفريقي؟ بيان سور. الملعب التونسي كان أكبر أوفر وقتها. أي وجاني أوفر من ليبيا ومشيت الغاديكا ومن بعد روحت ما حبيتش نكمل. علاش؟ الأمور حسيتها ماش واضحة. وقتها سعد القدافي هو اللي طلبني. لشنو يا جماعة؟ طلبني شخصيا الاتحاد. يظهر لي الاتحاد هي وقتها ما نعرفش شنو جمعية وقتها الاتحاد هي وقتها الاتحاد. جابني جماعة من ليبيا مشيت معهم الغديكة وعلى أساس باش نتفاهموا في العقد. نلقى روحي يعني يلزمني نمشي معهم لسويسرا باش نتدرب غاديكا ومن بعد يعني يتفاهموا معايا. قلت لهم لا. قلت لهم قبل ما نحط ساقي في الطياره ولا حط ساقي في التيران صح نتفاهموا شنو شنو عليا وشنو وشنو عليكم. ما نمشيش هكاك. فرضا انا مشيت وتدربت وصارت لي اصابه. شنو عملنا انا وقتها؟ فهمت؟ باهي ترجي ايضا طلبتك زاد وقتها. اي علاش ما تفهمتوش كيف فلوس؟ لا مش ما تفوضت الجمله. ما دخلتوش في مفاوضات؟ لا. علاش؟ ما حبيتش. علاش؟ ما فيهاش علاش خاطرني انا ولد لو كلوب. هاك تفاوضت مع السي اس اس وانت ولد لو كلوب؟ اي ماهيش كيما الاسبيرونس. كيفاش؟ كيف؟ مشني مش كيفاش يعني تو ما فيهاش يعني كيفاش. فيها نادي الافريقي فيها ترجي تو تبدلت الوضعيه. انا كحمدي مرزوقي الحمل نتاع كونك انت يعني اول لاعب من الكلوب يمشي لاسبيرونس وحبيت نحطه على كتفي انا. وهو اصلا يعني تفكير ما كانش موجود كان يمشي لاسبيرونس. عطاوك برشا فلوس وقت؟ عطاوني فلوس 150 مليون في العام. ينجم يكون اكثر زاد. حتى اكثر ينجم حتى يكون قلت لي قلت لي فما شكون كان وقتها يقول لي خاطر بالنسبه لي انا شنو على سليم شيبوب يقول لي فما شكون كان وقتها يقول لي سليم شيبوب وخي انا مانيش نلعب في الاسبيرونس باش نقول لي انا مانيش مربوط يعني به في حتى شيء وقت حتى الجمعيات اخرى. الجمعه اللي فاتت كان في بلاستيك بشير السحباني قال ما نجمتش نقول لي رغم اني تفاهم معي طوال وقتها. خاطر هو وقتها مربوط بالترجي الرياضي التونسي انا مربوط بالنادي الافريقي. ماناش كيف ماناش فرد وضعيه. هو مربوط بالسي ا بي وقتها مش بالترجي. شنو يعني هو على اساس باش يمشي؟ لا شو سليم شيبوب في حد ذاته هو بيدو ذكي. كي باش يجيب بشير صاحباني من سي ا بي باش كي يفرض حاجات ولا يعني يمارس ضغوطات على جمعيه مش كيما باش يمارسها على النادي الافريقي. النادي الافريقي راهي زاد راهي جمعيه كبيره. واضح ولا؟ وجماهيرها اكبر من سليم شيبوب. يعني ماهوش ما عندوش يعني وقتها كيما نقولوا احنا جرأة باش يدخل في كونفلي مع جماهير النادي الافريقي. مسؤولين الكلوب وقتها كان في بالهم اللي يكلموا فيك سي اس اس لاسبيرونس وعندك اوفر من ليبيا؟ اكيد راهو في بالهم. ما تحركوش؟ ما حتى حد ما تحرك. ما كلمك حد؟ وفيك كنت اتوك ما ربي معك؟ ما كلمني حد. بالعكس انا تكلمت. انا سي صالح الثابتي نذكره بالخير ونوجه له تحيه كبيره. وقف معايا كي حتى كي جيت باش نخرج وحتى كي رجعت للكلوب. واضح؟ نوجه له تحيه كبيره. يقولوا جلال فكك الكلوب جلال بن عيسى. ما فكنيش ما عندوش علاش باش يفكني. هو قدم عرض وانا نقبل والا لا. اعطاك 180 مليون و6 ملايين في الشهر هكا العرض كان؟ لا اكثر 150 لا 150 و3 ملايين في الشهر. خلاوك تصحح في ستاد؟ مش خلاوني تصحح. مش هم الفلوس خلتني اي خاطر جمهور الكلوب اعتبروا كانك بعت الكلوب على خاطر الفلوس. ما فيهاش ما دي كيفاش تقولوا باع راهو اللي باع هو ما يقول راهو خان هو ما يقول مش هما يقولوا اعتبروك خنت الكلوب. لا ما عليه اللي يخرج اللي يخرج نظيف ما خليتش هيستوريك خايب في النادي الافريقي. لا خنت
بعت ماتش ولا فهمتني عملت شوهت صورة النادي الافريقي في مقابلات ولا في مناسبات. اول ماتش مع ستاد كونترول كلوب كيفاش كان؟ كان صعيب ياسر. كيفاش دخلت؟ كان صعيب ياسر. كيفاش عشتو؟ عشتو فهمتني كأي لاعب مركز على الماتش متاعي ما نكذبش عليك. اما السب قاعد نسمع فيه ونتحمل فيه خاطر يلزمني يكون محترف وقتها. يقولوا اللي سألته قبيلك اللي قال عليك سيريو وكنت حتى تفديك معناها ما تفدكش برشا وخدام، قال لي زادك ديما كان ماتشوات الكلوب يعيش ديما يبدا على اعصابه، ما عادش ماتشوات باهين. ضد النادي الافريقي ولا؟ ضد النادي الافريقي. لا. لا. ما نبداش على اعصابي، بالعكس. انا يزمك وقتها تبرهن اللي انت حمدي مرزوقي كلاعب عندك مستوى معين، ما يزمكش تطيح عليه. مانيش خايف يعني تعطي من اكثر. يزمك مش كيستيون تعطي اكثر، يزمك يعني مردودك يكون موجود. تحس فما ريفونش، تحب تولي انت تظلمت. لا 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 لا، جمعيتي هذيك جمعيتي. انا راهو شو ريت كل مقابله نعطيها قيمتها ونعطيها قدرها. انا في النادي الافريقي رانا ما راني كي طلعت مع اسامي كبيره. تعلمت حاجه اسمها سيريو، تعلمت حاجه اسمها خدمه، تعلمت حاجه اسمها راهو النادي الافريقي يزمك تعطيه قدره. فينال كوب 2003 حمدي، يقولوا كنت فرحان اكثر من اللازم بالتتويج. لا يقولوا حتى عملت حتى حاجات استفزاز للجمهور. سامحني اسلام، هذا سؤال غلط. كيفاش غلط؟ غلط. انا كان جاي من الوحي نتاعك. لا ماهوش من الوحي نتاعك، فما حتى سؤال سالتولك من الوحي نتاعي. كان جاي من وحي عباد اخرين راهم الناس يقولوا حتى ناس عملت حاجات بعد الماتش للجمهور استفزيتهم. هذا سؤال الناس تحب تعرف اللي هي تحب تعرفه، مش الواقع. الواقع بالعكس. لا بروف اللي انا وقت اللي هما ماشيين الباردو انا طلبت قلت لهم نروح. نحكي في استاد بعد الماتش. بعد الماتش شنو هي الفرحه؟ اي هستيريا كانت. لا لا لا، حسوها حتى بروفوكاسيون. لا بروف انا ما طلعتش فوديو. انا ما طلعتش باش ناخو انا الميداي نتاعي، ما طلعتش. واضحه العمليه. قبل كنت تبكي كي الكلوب ما تهزش تيتر، اليوم ناحيه تيتر للكلوب انت. شو حاجه توجعك؟ انا تمنيت توجعت الماتش هذاك اللي هزيته. لا مش توجعت، انا فرحان اللي هزيت في كاريري تيتر كسوا مع نادي افريقي ولا غير النادي الافريقي. قلت تمنيت. لا تمنيت انا نلعب في النادي الافريقي وقت تكون مع الكلوب. تمنيت مع الكلوب خاطر بصراحه النادي الافريقي كبير ياسر وجماهيره كبيره ياسر، واعطتني حبها واعطتني فهمتي تشجيعها مقابل شيء نعطي فيهم نعطي فيه للنادي الافريقي. سؤال اخر مش من وحي خيالي زاده، خرج كلام قبل الماتش انك تحب تبيع الماتش للكلوب. هذوك حبوا كيفاش نفسر لك، يعملوا شويه كخزعبلات ومشاكل وبرتيرباسيون في نفسي انا وفي في في الجمعيه نتاعي. وقتها في الجمعيه اللي مع ستاد وقتها حبوا يعملوا يخلقوا نوع من ديزيكيليبر فهمتني مونتال في الجمعيه، راه فلان ينجم باش يخونكم. يعني يخليه هو كمدرب ولا كمسؤولين الكلمه في حد ذاتها تخليه يتخمم. واضحه؟ اذا هو اللي فات هو خمم يعني باش تولي فما اشكاليه. مدرب الملعب التونسي وقتها الله يرحمه احمد المغيرب، الله يرحمه فارقنا منذ ايامات، الله يرحمه ان شاء الله ويصبر كل عائلته. شنو قعد لك معاه سيد احمد؟ شو سيد احمد؟ سيد احمد كلمته يقولها وحقاني، اما عنده شويه ساعات اللي يغلطوه في بعض الحكايات يغلطوه، منهم انا وقتها غلطوه فيا انا. كيفاش قالوا عليك؟ وقتها ماشي في تفكيره اللي انا دعوه. اللي انا يعني متكبر شويه يعني. هو انت حدك حد روحك. فوالا، خاطر ما نحن ليت في تونس اذا ما تكونش معاه راك ضده، واذا تكون نوتر راك ضده. كيف عرفت الحاجه هذه انت اللي هما غلطوا فيك؟ هو قال لك؟ عن طريق خوها لسعد المغربي، حبه برشا ونوجه له تحيه كبيره. وصار يعني حتى قبل الماتش نتاع النادي الافريقي يعني تخالفت انا وسيد احمد. على شنو؟ تخالفنا في 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 اكسيون صايره في وسط التيران.
في وجهة نظر رجعت وديت الفعل عليه لا لا, لا انا نحيت الدوسار وخرجت. في ماتش كونتر الكلوب هذا فينال قبل قبل في التحضيرات اونترينمون مش في الماتش في التحضيرات. تتفكر شنو هي بالضبط علاش؟ نتفكر هي نتفكر علاش هو يطلب مني كوني انا ما نسيبش بلاستي من الوقت في الوضعيه هذيك. انا يلزمني نسيب بلاستي ونتبع صاحبي والكوفرتور تصير من البارتنير اللي معايا. والمهم مو ملعب يتبع المدرب ولا هو بيان سور يتبع. اما لا اعمل هكا اعمل هكا. اما سامحني انا سو ترين عند خمسه مدربين يقولوا لي هنا الحكايه هي هكا تصير كل واحد ورؤيته. ويجي هو واحد يقول لي لا سامحني فما معقول زاد انت عندك انت بيدك تفكر راك يزمك تفهم روحك. يعني تو انا انا نحكي لك سيتياسيون اكزاكت كيفاش. انا عندي صاحبي طلب كره يلزمني نتبعه. فما واحد طلب في دار يعمل كوفرتور اللي هو تابع البارتنير نتاعي يلزمه هو يتبعه. كيفاش كان التتبيع نتاعه والمركز نتاعه انا ما اتحملش المسؤوليه نتاعه. صارت فهمتني الغلطه غاديك كي ما كانش المركز في بلاستو. تعاركتوا شويه؟ ما تعاركتش معاه ما 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 وقتها ما نجمش نتعارك ما هو الجو باش نقعد نتعارك. كلمت مسؤولين قلت لهم انا راني السيد هذايا يحب يحط لي حاجه عند خمسه مدربين ولا سته مدربين نترين عندهم نفس يقولوا لي هك يجي هو باش يقول لي ليش شنو معناتها. مانيش انا رونترونور وقتها فهمت يا انا فهمتي ما نفهمش كوره وما نعرفش كوره يا المدربين هذوك ما يعرفوش كوره. كيف تفضلت الحكايه؟ لا تفضلت من بعد فهمتي جاو هداوني وقتها المسؤولين سي طارق الاحمر مسؤول وقتها عندنا نوجه له تحيه حكي معايا ووريت وفهمته شنو انا ما عندي حتى ريبونسي معاه او سيد احمد راه خاطر انا محترم وقتها قاعد انا ما عندي روندمون قاعد نقدم فيه كما عنديش روندمون راه ما يلعبنيش. شكيت حتى فيه في مخ نهائي حبي يبيع الماتش الترجي شكيت فيه مش في انا برك الناس الكل وانا ديجا قلت واستعرفت به وقلت ان شاء الله فهمتني يسامحني فيها الحكي وماذا بيا راهي وصلته. يعني راني مش يعني من سوء نية يعني خاطر الشيما نتاع اللعب نتاعنا كونتر الاسبيرونس عباره كان واحد باش يحط في رينجا حطه في 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 الزون بلوك طايح برشا بلوك طايح ياسر وقت لعبنا 4-3 وهو فطلع فيها صحيح الحقيقه الحقيقه تفكيره صحيح. ناقشته وقتها ما ناقشتوش ليه هو شو اذا باش يحط 4-3 ولا يحط حتى 10-0 وهو يتحمل مسؤولية في الشوا هذايا مش انا باش نتحمل مسؤولية انا باش نقوم بدوري كهو مي انا ماشي ما عجبنيش وقتها كلاعب وكان داير فهمت يا كجوالات الكل نحن مع بعضنا من بعد برهنت اللي كان هي عطات ثمارها كوننا فهمت ربحنا وقت دومي فينال ربحنا الاسبيرونس. باهي انت نصحت نادي افريقيا بسعد الورتاني الله يرحمه زاده اي اما باش نرجع لك لحكيت فهمتني الريمور هذايا علاش انا بالضبط جبت لك برشا حاجات انا نتاع الريمور نتاع اللي انا باش نخون ستاد تونيزيان المرحوم الله يرحمه سيد احمد عيط لي تيتا تيت نحكي قال لي حمدي انا في يوم ما على كونت الاسبيرونس قال لي راهو شكوا فيا اللي انا باش نبيع بايع الاسبيرونس قال لي انت توا يلزمك تبرهن كونك انت لا ميم شوز. قلت له شو ما انا ما خليتوش يحكي برشا. قلت له سيد احمد بالنسبه لي انا فما فلوس قاعد ناخذ فيها اذا باش نعمل حاجه خايبه باش تولي لي حرام. انا باش نحلل فلوسي ونخدم على روحي. قلت له بابا كي بدي يلعب كونتري توا راني باش نقوم بدوري مهما باش يكون. قلت له لا يهمني لا في ستاد ولا يهمني لا في الكلوب ولا يهمني في حتى جمعي ولا يهمني في حتى حد. انا يهمني في حمدي مرزوقي كي يخرج من الميدان اعطاه حق الجمعيه اللي هي اعطاته حقه بوان لالين. واضح. باهي وفاول عامين في ستاد. شكون طلبك وقتها؟ علاش ما كملتش الساعه مع ستاد؟ ما زدتش اكثر؟ لا كاويزي. علاش؟ الوضعية تبدلت والرؤية تبدلت في ستاد تونيزيان وما عادش وقتها فما وضوح كبير ياسر ميم حتى من الناحية المادية يعني. فهمت اللي خلتني انا نغير الوجهة نتاعي. هذايا حبوا يطيحوا لك في الفلوس؟
فما صارت الحكايه كونه يعني باش نقص من الكونترا نتاعي ويعاودوا لي. قلت لهم لا، انا ماخذ عندي فما بارتي ما خديتهاش، تو باش نقعدوا نحكيوا فهمتني في جديد. قلت لهم شو الموضوع هذا، خلينا نسكروا. جاتني وقتها عوده اتصلوا بيا الترجي الرياضي مره اخرى. ديجا سكرت الباب ولا تفاوضت المره هذه؟ ما تفاوضتش، قلت لا لا. شكون كلمك؟ والله والله نسيت شكون. شيبوب ما كلمك سليم شيبوب؟ لا لا لا، سليم شيبوب عمره ما كلمك. عمره ما كلمك. بعث لي شكون. وانت ديما تقول لي. وانا فهمتني. تقول لي من باع نيغوسياسيون معناها. ما نيغوسياسيون ما نوصل لهاش. لو كان يعطيك باكو وقتها. مانيش باش نوصل لها. ماهوش في تفكيري وقتها. فهمت؟ وكي رجعت للنادي الافريقي رجعت راه بصوم رمزي تتسمى راه. خاطر انا رجعت على خاطر النادي الافريقي. شكون طلبك يا اخي في قبل ليسبيرونس ولا شكون يا اخي؟ ولا قال لك ليسبيرونس؟ لا لا ليسبيرونس هكا وقتها طلبت. والكلوب كلموك. وكلمني وقتها حكيت انا وسي صالح الثابتي، هو فهمتني اللي قعدنا نحكيه ووراني وجهه النظر نتاعو هو، وانا كنت يعني مقتنع. قلت في نسمه كان ما رجعتش خير. في نسمه؟ اي. لا عمري ما ديكلاريت انا في نسمه. عملت حوار في نسمه مؤخرا مع زميلنا مهدي. حيوجه تحية. مهدي باتو. مهدي باتو؟ ايه. في نسبة اي والله نسيت. صحيح والله نسيت. والله نسيت. قلت كلمة ما رجعتش خير. اي خاطر صارت لي فيه مشاكل. علاش؟ خاطر كانت الامور ماشية مريقلة من بعد صارت. انت تخايب وقتها في نسمة، وقتها كانت فما نسمة. اي فوالا قعدت بيت انا قلت شم. اي لا تو عملت الحوار. لا ما عندهاش اي عندها ما عندهاش عام حاجة كي الحكاية. صحيح قلت انا كان ما كرنيش رجعت، خليت روحي يعني كي خرجت خليتها هكاك. الحكاية خير من اللي رجعت وزادت بالتيم بلا، خاطر فما ظروف صارت اللي خليت تصير برشا مشاكل، وهي المشاكل هذه ما صارتش حتى كان معايا انا بركره، صارت حتى مع المرحوم الاسعد البرتاني الله يرحمه، صارت حتى مع رمزي التوجيهي. من اما نوع مشاكل؟ مع المدرب اكسبراي وقتها ولا معلول؟ نبيل معلول. نبيل معلول وقتها. علاش؟ والله مانيش باش نقعد ندخل في لي ديتاي هذوما على خاطر العباد تحب تسمع لي ديتاي وتحب تسمع التاريخ شنو صار وشنو فما وعلاش وكيفاش. عنده رؤيه وقتها ما فنيه معناها. فوالا امور فنيه معناها. امور فنيه ما كانتش مشاكل ولا حاجه. لا هي فهمت، هو صار مشكل صغير من الاول. شنو؟ الحقيقه صار مشكل نتاع الكابيتانا في النادي الافريقي. بينك انت وخالد المولي؟ ما تقوليش بيني انا وخالد المولي. انت كنت كابيتان. خاطر شو خالد المولي راهو اصغر مني. ومسكين طفل راه ما عندوش دخل فيها. راهي تعطات له بالسيف. قصدي مش مشكل بينك وخالد المولي، قصدي الكابيتانا بينك وبين خالد المولي، مش مشكل بينك وبين خالد المولي، علاش قصدي؟ فوالا قول لي بيني انا والكابيتانا. نسمعك. واضح. واضح. وهي وقتها حتى الكابيتانا مره انا ناخذها انا وقت اللي رجعت، ومره محمد المكشر. باهي. يعني ماهوش مشكل الكابيتانا. من العقليه والكيفاه صارت الحكايه هنا فهمتي اللي خليك يعني تتسائل شفما نحالك كابيتانات قلقت. مش هو مش نحاهالك يعني راك تتقلق. الصفه كيف التصرف كيفاش نحاه. كيفاش نحى الكابيتانا على خاطر شو في النادي الافريقي اللي فما برشا ناس ما تعرفوش، راهو فما عادات وفما تقاليد في كل جمعيه، هذا عارفينه ولا؟ في النادي الافريقي فما عادات وفما تقاليد، ديما ولد الجمعيه هو اللي يكون كابيتان. واضح؟ واللي اهم منه هو الكبير. باهي. ما تقبلتهاش انت. مش ما تقبلتهاش، يا ودي انت جيت قلبت التقاليد نتاع النادي الافريقي. كيفاش باش نقبلها انا ما نقبلهاش كلاعب محب للنادي الافريقي ما نقبلهاش. ما تعرفش على اللي قلقني يقزمك. انا اللي قلقني مش التقزيم، مش هذا اللي قلقني، المسؤولين كيفاش قبلوا شيء هذا كرئيس كنائب كمسؤولين كمسؤول. يعني انتم كيفاش انتم تقاليدكم توا فهمتي؟ كان هو كان مع الفوزي الرويسي كان معنا مسؤول وقتها. انا ديجا قلتها الفوزي الرويسي، قلت له يا فوزي، قلت له نحن في تقاليدنا في جمعيتنا فما صغير ياخذ الكابيتانا على الكبير. راهي ما تقابلش، راهي ما تجيش. قال لك؟ سكت. اش عنده باش يقول لي؟ فما حاجه صايره. حسيتها كل معناتها كل سامحني في كلمه كل حبي قزمك. مش حبي قزمك، حبي عنده فكره في مخه يحب يبعدها.
ريت مثلا انت ككابيتان غاديك يعني شو ديما الكابيتان يعني يصعب كونه هو باش يبعد من من من, من التشكيله الاساسيه. واضحه ولا واضح؟ معناها عادي باش ولي نحيك بعض. انت ما عادش كابيتان يعني انت كي باش نحيك الناس الكل باش يعني باش تقبل الوضعيه يعني تنجم تقبلها كما تنجم لا هذيك حكايه اخرى. اما مش كيما انت كونك كابيتان وتعطي في روندمون. هذيك هو الاشكال. الهدف الاول للنادي الافريقي باسيرو كومبوري في الدقيقه الثالثه من المقابله. في العوده حمدي ساومت بعض الفرنسي في العوده. شنو؟ ساومت الكلوب بوفر من فرنسا. لا جاني اوفر من فرنسا ما مكان سيريو. ما كان سيريو. ما كان سيريو يعني ساومت به الهيئه نتاع الكلوب. لا لا عمري ما ساومت انا شو يا ابيض يا كحل. يا ابيض يا اسود. تعطيني خويا هاوش نحب ايجا نتقاربوا وجهات نظر نتاعنا نتقاربوا. اما انت تفرض عليا فهمتني شيء نتاعك انت انا ما نقبلوش. انا عندي فهمتني شنو نحب وانت عندك شنو تحب. منين لوفر من وقتها من فرنسا؟ انا قلت لك ماهوش سوريو ما نحكيش عليه. حاجه ماهوش سوريو وقتها فهمتني وقتها كلامه برا. فهمتني وفهمتني وكان وقتها شو اسمه هو نسيت اسمه هو مناجير وقتها محترم برشا هو كادير. كادير كادير تحيه ليه. تحيه ليه. اي هو جابهولك. اي هو جابهولك. مي وقتها ماهوش العباد كيفاش تقبلت عودتك وقتها؟ الجمهور اللي شاف حمدي خرج قبل العامين بطريقه ما يشبه الجمهور كيفاش تقبل عودتك؟ والله شو شو وقت اللي رجعت ما ريتش برشا مشاكل ما فماش حاجات يعني خاطر ديجا وقتها قاعد نكور وماركيت. فهمتني وماركيت وقتها كونتر سي ابي وبونتو فهمتني ديزيزيف. واضحه والجمهور كامل عايت وقتها بس دونك كسبتهم بالبونتو ساي. لا مش كسبتهم بالبونتو راهو روندمون هو اللي يكسبك في الجمهور مش بونتو يكسب. فهمت يعني قبلت نورمال من بعد فما حاجات خدمت. فما حاجات خدمت يعني نقول لك فما حاجات خدمت. فما شكون حرض عليك الجمهور؟ فما شكون حرض عليا في الجريده زاد نجم تقول شكون؟ ها؟ شكون؟ شو اسمه؟ العابدي شنو عبد الكريم العابدي؟ صحافي معناها صحافي. علاش؟ الله اعلم. كان عندك خلاف معاه؟ ما عندي ما حتى خلاف. اما فما شكون يوز فيه؟ شكون وز؟ خاطر شو كي يكتب عليك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه شك شكون وز؟ مره شكون وز وفهمت شوف شوف شكون؟ نسال فيك انت انت اكيد تعرف. انا اكيد نعرف. تحب نقول لك انا شكون؟ بيان سور نحب كل شيء بالمكشوف. فما مسؤول اللي هو متردد حسك نقوله ما نقولوش خاطر للتاريخ باش لعبت تعمل ماكش تسب وانت باش تقول شنو صار بالضبط. سي شريف صار مشكل معاه ما نعرفش. هاني قلت لك انا راني ما عنديش مشكل مع سي شريف الامين بالعكس انا حتى كي صحح لي كونترات وقبلت باللي قالوا. من بعد فما قلت لك فما اختيارات صايره فنيه يلزموا هذا يبعد. مقالات نقدية ولا شنو بالضبط؟ يا ودي يا ريتها تنقد بركة. يعني انسان يحب ظاهر يحب يفيزي فيك باش يكرتيك باش يدور عليك جمهور. واضح. واضحة العملية. باهي. وهذيا فهمتني راهو حتى فيها يعني اش قلت لك هي حكاية فما رؤية نتاع فنية هي اللي خلات أنا وغيري راهو عندي فما زوز حتى الأسعد المرة. المرحوم لميم شوز راه كيف كيف راه وش اسمه حتى رمزي التوجاني بو انا اكثر مش كيفهم هم. باهي دربي اوراق سمير سليم كنت موجود فيه انت في 2005 شنو صار وقت؟ شنو رباعيه كانت وقت؟ والله ظروف حكمت كونها فهمتني خسرنا ما رانا كنا اوني بيان راه سور تيران راه. حمدي فكلكم ما كتغلبكم بعد المقابله من عماد تراولسي. اي ما مش المفاتح مش الكرهب فككم فاتح كرهب فكوا المفاتح انا وقت ما انا مفتاحي عندي. فما فيزاو يعني كيلكو جوارات فهمتني نحاولهم المفاتح نتاعهم. علاش خاطر وقتها باش نقول لك خاطر وقتها فما جوارات خذيت وقتها كرهب عن طريق سي عماد طرابلسي. واضح من واحد يعرفه هو. وقتها فهمتني شنو كيفاش الفلوس وكيفاش بينهم بينه هو وعماد طرابلسي. من بعد فك لهم. علاش انت ليه؟ انا ما نكذبش عليك انا يحبني. علاش؟ مقتنع بيا. وانا اليوم هذا راني نحترمه السيد هذاك.
يقولوا كان يهين اللاعبين حتى بعد الدرب هذاك اهان برشا ملاعبين يسبهم سماحهم ما يكرهوا. هذه غلطه وهذا قالوا خالد المولي باش يكونوا واضحين. هذه غلطه من الغلطات اللي هو غلطها ما كاروش. وديجا انا حتى وقت اللي فكت المفاتح انا كلمته بالتليفون ونلحلح بيه نقول له يا سي عماد امان الله يخليك كل شيء اعمله خويا تصرف تحب فلوس تحب تنحي كذا ما تخلي نحي رجع لهم كرهبهم وخلينا خاطر راو صدم علينا جمهور راو ابار نحي نحى المفاتح راو صدم علينا جمهور كامل راو وحتى نطلبوا في الامن باش يجي حتى حد ما يجاو فيك باهي تنجي خلينا قعدنا راس راس ومن بعد يعاز منه هو لا مانيش انا باش نقول في اعاز منه هو اما الظروف تشير الى هذا واضح خاطر العمليه اللي صارت تاع انسان يقعد يضغط عليك بطريقه اخرى فهمت اللي كونك انت ما كنت متخاذل وهاو شنو ينجم يصير فيك في النادي الافريقي وهذه صوره راهي ماش حلو انا رايي الشخصي ونقولها له حتى في وجهه نقول له يا سي عماد ما كاركش عملت كيف تعرف علاش فهم لعبيه تخاذل وقتها باش نقول لا مش يعني هو في النظريه نتاعو هو هي تخاذلت اما ريالمون احنا ما علاش باش نتخاذلوا ما عندناش علاش لا ما يساعدكش كونك انت تتخاذل مع النادي الافريقي راهو في صورتك انت وكمردودك ما يصيرش اما انا علاش وقتها انا نقول لا ما تعملش هكاك يعني انا قلت ما امان يا سي عماد سيب عليك من الحكايه هذه خاطر من بعد صارت مشكله حتى في السلطه الفوق صار خيماو سمع بها وقتها فهمتني المرحوم زين عبدين بن علي سمع بها الحكايه لا بروف اللي من بعدها هي ما كملش عماد تربزي في النادي الافريقي بعده على الكلوب خاطر فهمتي في التصرفات اللي من التصرفات اللي خلاته اللي وصلت وقتها للرئيس اللي خلات باش تبعد وقتها بعده عماد طرابلسي من النادي الافريقي. باهي كيفاش خرجت من الكلوب؟ شنو في الثانية ولا في الأولى؟ الثانية حكينا عليها الأولى في الثانية لا كملت كونتراتويا وقتها وخرجت على روحي. هذايا قتيش 2006 2007 ولا بعد؟ 2006 ما عرضوش عليك باش تكمل وقتها؟ لا وقت سيء وقتها فسدت العلاقة وقتها مانيش قاعد وقتها ما قلت لك هي وقتها من بعد في آخر السيزون مانيش قاعد نكور صارت ظروف ومشاكل وفما شكون حب يعمل الحكاية هذه واضح شكون يخسر في النازلة النادي الإفريقي راهو بارونتيز ما خسر حتى حد في مشيت للسي بي حمدي صارت لك حادثة تقريبا لطف عليك كنت قريب من الموت ظهر اي بلعت لسانك فوق الميدان؟ لا مش بلعت لساني صار لي ارهاق كبير ياسر ارهاق كبير خاطرني انا وقتها رجعت وقتها في شطر سيزون مع النادي البنزرتي وقعدت نخدم وعندي ديفي مع روحي خاطر قعدت 6 شهور ما كورتش ومن بعد رجعت مع مع السي ابي ونوجه تحيه لسي عربي الزوابي وقتها اعطى فيا ثقه خدمت وعندي ديفي تحدي كوني انا حب نرجع صوره حمدي مرزوقي في في الساحه الرياضيه كلاعب خاطر صارت وقتها صارت انتقادات من جماهير ومن لاعبين سابقين في النادي بنزرق في النادي بنزرتي وقتها قالوا بهكا في انترفيو ديريكت نسمع فيه بوذني قال عاد كي نحن نرجع حمدي مرزوقي نرجعوا مثلا اكس فلان نتاعنا نرجعوه يعني جوار قديم ياسر يعني عباره كاني انا قديمك اللي انا ما عادش في ومن بعد كي رجعت برهنت له اللي هو وغيره اللي كون حمدي مرزوقي وقتها موجود باهي باش كمل بعد شويه نحكي على علاقتك بالمنتخب حمدي مرزوقي لكن قبل هذا